السلام عليكم طلاب صف رابع ماما، ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم ان شاء الله راح ناخذ درس جديد في موضوع اللغة العربية في مادة القراءة، وهو موضوع الكنز الثمين. الكنز الثمين راح نبدأ بقراءة كلمات الدرس، ومن ثم نوضح المعنى العام لهذا الدرس. راح أبدأ بقراءة الكلمات، أرجو الانتباه إلى كيفية قراءتها وكيفية كتابتها. الكنز الثمين. كان لفلاح ثلاثة أبناء، هاجروا إلى المدينة بحثا عن العمل والربح الكثير كما كانوا يظنون. مرض الفلاح وخاف أن يهمل أبناءه الأرض بعد وفاته، فجمعهم وأوصاهم قائلا: لقد تركت لكم في هذه الأرض كنزا ثمينا، فابحثوا عنه. وبعد أيام توفي الفلاح، فأقبل أبناؤه على أرضهم يقلبونها شبرا شبرا، لكنهم لم يجدوا شيئا، فجلسوا يفكرون في وصية أبيهم. قال أصغرهم: لعل أبانا كان يهذي من الحمى. فرد عليه أكبرهم: لا أظن ذلك، إنه كان يقصد شيئا. فقال أوسطهم: هيا نزرع الأرض ما دمنا قد قلبنا تربتها. زرع الإخوة الثلاثة الأرض قمحا وشعيرا، واعتنوا بالزرع حتى نضجت سنابله، فحصدوها وباعوا المحصول بنقود كثيرة، فعرفوا أن أباهم أراد أن يحثهم على العمل، وأن يعرفوا أن الأرض هي الكنز الثمين إذا وجدت من يخدمها ويعتني بها. في هذا الدرس يا صف الرابع ماما يبين لنا كيف أنه هاي الأرض اللي إحنا نمشي عليها ونستفاد من خيراتها هي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان هناك فلاح لديه ثلاث أبناء. قرروا هؤلاء الأبناء أن يهاجرون للمدينة ويعملون في أعمال أخرى غير أعمال الزراعة، ويبحثون عن عمل حتى يربحون الكثير من الأموال مثل ما كانوا هم يعتقدون. هذا الفلاح تمرض، خاف أنه أبناءه يهملون الأرض من بعد وفاته، جمعهم ووصاهم، قال لهم: تركت لكم في هذه الأرض كنزا ثمينا، ابحثوا عنه. إذن الأب هنا بلغ أولاده أنه أكو كنز كبير، كثير من الكنز اللي هو شنو عبارة عن كثير من الذهب والمرجان والياقوت، وموجود في هذه الأرض، ابحثوا عنه في هذه الأرض. بعد أيام من هذا اللقاء ما بين الأب وما بين أولاده، توفي الفلاح إلى رحمة ربه، فأبناءه أقبلوا جاءوا إلى الأرض مثل ما أوصاهم أبوهم، وبدأوا يقلبون الأرض شبرا شبرا، حفروا الأرض وحرثوها وقلبوها، لكنهم ما وجدوا شيء، لم يجدوا الكنز الذي تحدث عنه والدهم. فجلسوا فيما بينهم وبدأوا يفكرون في الوصية اللي أوصاهم بها أبيهم. قال أصغرهم، أصغر الأبناء، قال: ممكن أن يكون أبانا كان يهدي ويتكلم بلا وعي، يهدي يعني يتكلم بلا وعي من الحمى، الحمى اللي هي ارتفاع درجات الحرارة اللي هي السخونة ماما. إذن لعل ممكن أبونا كان يتكلم من دون وعي من شدة حرارة جسمه، فأكبر واحد
واحد رد وقال له لا أعتقد ذلك، كان يقصد فد شيء وراد يوصل لنا هذا الشيء. فأوسطهم اللي هو الأخ الوسطاني قال مدام إحنا قلبنا الأرض وتربتها يلا خلوا نزرعها. فبدأوا الأخوة في زراعة هذه الأرض وزرعوها قمحا وشعيرا واعتنوا بالزرع إلى أن كبر الزرع ونضجت سنابله، فحصدوا الزرع وباعوا المحصول وحصلوا على نقود كثيرة. عند حصولهم على النقود نتيجة تعبهم وزراعتهم عرفوا أن أباهم راد أن يحثهم على العمل في هذه الأرض، وعرفوا بأن هذه الأرض وحراستها والاعتناء بها هي الكنز الذي كان يتكلم عنه الوالد، إذا وجدت طبعا من يخدمها ويعتني بها. إذا من خلال هذا الدرس عرفنا بأن هذه الأرض وما عليها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، فمنها انتفعوا وحصلوا على النقود الكثيرة، وكذلك أنفعوا الآخرين من خلال زراعتهم للمحاصيل الزراعية، فعاشوا ينعمون بخيراتها الوفيرة، فعاشوا ينعمون بخيراتها الوفيرة. فهذه الأرض هي الكنز الذي تكلم عنه الوالد. هذه صورة الأخوة وهم يعملون في أرضهم. المعاني الخاصة بهذا الدرس يا صف الرابع ماما هي: الكنز الثمين تعني المال الكثير كالذهب، الكنز الثمين تعني المال الكثير كالذهب. هاجروا أي سافروا، هاجروا تعني سافروا. بحثا عن العمل أي للتفتيش عن العمل، بحثا عن العمل أي للتفتيش عن العمل. يهمل أي لا يعتني، يهمل أي لا يعتني. يحثهم أي يدفعهم، يحثهم تعني يدفعهم. ينعمون بخيراتها الوفيرة تعني يسعدون بخيرات الأرض الكثيرة، ينعمون بخيراتها الوفيرة تعني يسعدون بخيرات الأرض الكثيرة.